استيقظ الملك من ذاك النمحار ويقول اش حكاية الرؤيا وحكمها لم جميع المفسرين كبار وصغار ولم جميع العلماء والفقهاء دار لهم حضرة وقالهم خذوا الخبار عاد عليهم الملام وقال كسروها حاروا في ذاك المنام دوك الحضار حد ما عرف يفسر اش معناها الساقي جاء في بالو يوسف التذكار قال السلطان كاين من يعرف لها وصاني عليك ونسيتو ما نلتفكار باري من عمله مرمي في السجين وهو لها غير هو من ينجم يكون لك عبار ناديه وتشوف كيف منام كيف فسرها السلطان قالو حتى منامي غطار نسيت كل ما ريتو كيف يعيدها لكن روح سل عليه وشوفوا هاد النهار وقضيت اليوم يلزم يتم حسابها ذاك الساقي زار يوسف وطلب بعدار قالوا اسمح لي وصايتك مدة نسيتها حتى اليوم جيت في بالي وجيتني في الفكار لأن الملك واحد الرؤيا نامها حد ما نجم في ذاك المنام ياتيه بخبار وراهي غابت من عقله الكل نساها فكروا سيدنا يوسف في ماذا نام ادهش وحار وراح يجري للسلطان ندلو خبرها اتعجب ذاك السلطان بدوك الخبار حكم جميع الوزارة ليه الرسل لها راحوا باش يجيبوه في قصر يكون حضار دخلوا ليه ما بغى يوسف يخرج منها قال لهم روحوا للسلطان ودولوا هذا الخبار أنا بري ويلزم نظهر حقها حين ظهر برأت بين الناس الحضار وقدام النسوان من قطعة يدها قالت زليخة أنا سبب في ذي الغدار لأني يهضر الحق وأنا ما حملتها أخرج من السيج وصحابه باكين جهار ودع الله الغالي يعطف قلوبها أعطاوه ثياب بسوزها لهم الدسار قالوا هذا من سلطان اللي كهداها مشات بين يديه دوك الوزارة كبار حتى الحق القصر ودخل ببانها استقبل به السلطان ادهش في زين وحار وقال ما عليهم اللوم دوك النسوان من قطعت يدها منين جيت انت يا الزين يا باهي المنظار قالوا من ارض فلسطين الباهية بجمالها انا بن يعقوب واسحق والخالي لله القهار السلطان قالوا اش رايك في منامي نسيتها قالوا ريت واذني النشف وسبع بقار اضعاف ياكلوا في سمان وتشرب من دمها وريت سبع سنابيل الكل خضار وسبع سنابيل يبسة جات وخلاتها ادهش السلطان وقال له كيف جاك هذا الخبار كيف علمت بالرؤيا قال له وين شفتها قال له سيدنا يوسف هذا وحي نزل من عند القهار سيدنا جبريل في السجن اللي عادها السلطان تقدم ليه وجهود بل والصفار وقال له اش رايك في منامك وحديثها السلطان تقدم ليه وجهود بل والصفار وقال له اش رايك في منامي وحديثها قال له خود هذا التفسير وخود العبار لان الله الغالي نبهك لا تنساها الصلاة على محمد الشارق والنوار عدد ما في الكون الدنيا وسكانها الصلاة على محمد شارق الأنوار عدد ما في الكون الدنيا وسكانها ¶¶
قال له خذ هاد التفسير وخذ العبار، لأن الله الغالي نبهك لا تنساها، بعض أيام يجوك سبع سنين غير بشار، الخير يملى بلادك ويكفي ناسها، من بعد يجوك سبع سنين الكل شرار، الجفاف يضيع ناسك ويحطم سكنها، لو ما تدير حسابك مليح ذاك النهار تموت انت وناسك وجيوشك بكمالها. خلع السلطان وقال يوسف كل دبار، اش حل القضية كيف سلاكها، قالوا لم جميع الناس كبار والصغار، من اليوم يبدأوا يحرطوا في الأرض وقطرها، ويلزم تجعل عساس ويراقب فيهم ليل والنهار، على خير البلاد وخازن تمالها. قالوا السلطان بالله عليك يا بشار، طيع أمري بغيت نجعلك مسؤولها، طاع الأمر سيدنا يوسف الحين خدا قرار، المرجال وتبعتهم حتى نسوانها، يحرطوا في ذيك الأرض ليالي ونهار، ما ظهر عليهم التعب ما حسوا بشقاها، حين كملوا الكل بناو مخازن كبار، السلطان استعجب في عمل يوسف كي شافها، استدعاه وقالوا راني خديت عليك قرار، عوضتك في مكان العزيز تاخدها، لأن العزيز أصبح شيخ بالأخبار، في مكان تسير البلاد وحكامها، يوسف حمد وشكر مولانا الجبار، كي أصبح رئيس الوزارة ومخازنها، ثلث شهور بعد مات العزيز يا حضار، أراد الله يفارق زوليخة وجمالها، بداو يدخلوا عوام الخير بلاد خيار، حصدوا الزرع وفي المخازن الكبار خباوها، سبع سنين بتمام جازوا بلا ضرار، الناس متمتعة وفرحة بحياتها، لحقوا سنين الشر خرجوا الكل من ديار، كبار وصغار هيمة ما لقاتش قوتها، يوسف حل با يوسف حل ببندوك المخازن كبار، خرج دوك الخيرات ويوزع فيها، حتى حد ما ضاع من دوك المدون والدشار، الناس الكل فرحت بيوسف وعملها، سيدنا يوسف شاف زوليخة معيمة مع مية من البصار، سيدنا يوسف شاف زوليخة مع مية من البصار، الغلام صغير شيدها ويمشي فيها، الصلاة على محمد شارق النوار، عداد ما في الكون الدنيا وسكانها، الصلاة على محمد شارق النوار، عدد ما في الكون الدنيا ومسكنها. وحيها بسلام الجبار، ردت سلام عليه وبدا يحدثها، اشجر بيك لون كذبال وصفار، قالت انت سببه لي وشقها، غير اذا صبحت زوجة لعندك في الدار، باش يكفو حزاني وكيات ضرارها، كيف تصبحي زوجتي وانتي سبقتيني للعار، اتهمتني ورميتني في بواب سجانها، وين جمالك يا زوليخة غاب وطار، اصبحتي عجوزة وعمياء قولي كيف حلها، انزل جبريل سيدنا يوسف وقالوا يا صبار، رب الغالي راه امرك بالزواجها، سيدنا يوسف تزوج بها وبرات من البصار، نزلوا عليها المحان وعدات جمالها، خاوت سيدنا يوسف عشرة للمصر جو زيار، طالبين من الحكم ديك البلاد قلتها، شافهم سيدنا يوسف عرفهم بدون تنكار، وهما نسيون وغاب لكم بلها، شافهم سيدنا يوسف عرفهم بدون تنكار،
وهم ناسين وغاد الكل من بالها. نادى يوسف وقال خوتو يا حرار اش جابكم لمصر واش تحتاجوا هاي واش تحتاجوا منها اش جابكم لمصر واش تحتاجوا منها. قالوا له بالله عليك يا زين الخمار طامعين تعطونا القوت لبلادنا نبدوها. جينا من بلاد فلسطين اهل الحرار في 11 خوا قاصدين مصر وبطانها. قالهم ماني نشوف الى 10 بالبصار. قالوا له كنا 12 ونهلك واحد فيها والاخر عند بابنا حارس عليه من الاخطار خايف من ديب ياكلو حياته يفنيها. كما وقع الخوه يوسف وحنا يا صغار كلها الديب وبقات مشتو بالدم عليها. قالهم راكو تقولوا كما خوه يا كبار وانتم اش يجيكم هذا بتمامها. قالوا حنا في 10 من ام وحده بلا غيار هو ويوسف امهم الراحل اسمها. هذه حكايتنا بالله منعنا من الشرار لان حتى بلادنا الجفاف دخل لها. قال باش نتاكد ونصدق هذا الهضار جيبوا خوكم ونكملوا طعام وكيلها. مشاو لباباهم وقالوا يا هذا الخبر واحد زين في البلاد مصر يسيرها وقال يلزم خونا يكون عنده حضار باش يفدينا طعام ويتم حسابها. قالهم تعهدوني يا ولادي برب القدار تروحوا وتولوا به بعد زيارها وننصحكم يا أولادي بالكم من العار ما تدخلوها ما تدخلوش باب وحدة لا تنسوها. في 11 رجعوا عند يوسف المسرار لقاوه قاعد في زرابة أسعد من شافها. يا أمور في خدامه بدون تكرار السمع والطاعة قايمين بتنفادها. قالوا له رانا جبنا لك بنيامين من الدار هذه أمور قمنا بتنفادها. صلاة على محمد شارق النوار عداد ما في الكون الدنيا وسكنها. في 11 رجعوا عند يوسف المسرار لقاوه قاعد في زرابة أسعد من شافها. يا عمر في خدامه بدون تكرار السمع والطاعة قايمين بتنفادها. قالوا أرانا جبنا لك بنيامين من الدار هذه أمور قمنا بتنفادها. قال يوسف وفيتوا بالعهد يا حرار خذوا طعام الباقي كلمتوا فاها. رحب سيدنا يوسف بخوه بنيامين يا حضار وقال له حدثني على فلسطين كيف حولها. بدا يحكي بنيامين على الهجرة وجار قصة يعقوب ويوسف وخاوته حكاها. قال بنيامين على يوسف ليلي صبار من فراق عيون بابا البكا عماها. بكى يوسف وقال بنيامين كن بشار انا اخوك ويلزم هذه الحال تنساها. تعانقوا الاثنين باكين وحامدين القهار وارتاحت قلوبهم من الفرحة زالت ولها. قال يوسف باش تبقى عندي لازم تدبار نتهمك بسرقة ونشوف حسابها. الصلاة على محمد شارق النوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. الصلاة على محمد شارق النوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. قال يوسف باش تبقى عندي لازم تدبار نتهمك بسرقة ونشوف حسابها. ساقية من الذهب خيرها وخطار ودارها في شكارة بنيامين وخباها. قال يوسف للحراس قبل ما يسيروا هذا الحرار فتشوهم ساقية الذهب انسرقت الدوها. نطقوا الخاوة وقالوا هذا عيب وعار كيف بعد كرام اهل مصر نسرقوا حكمها. قال يوسف ايش جزا السرق والغدار في فلسطين السرقة ايش هو عقبها. قالوا السرقة في فلسطين حرمها القهار
والسرق يخدم للمسروق سنة بكملها. قال يوسف في الشهوم هذا هو القرار، والسرق يقعد عندي سنة بتممها. في الشهوم والساقية ما لقاوها، ما لقاو لهاش أثار إلا بنيامين اللي نجا من تفتشها. قالوا الخاوة هذا عيب ما فيهاش تنكار، احنا فتشتونا وبنيامين سلك من هولها. بلاشك بغيتو تنجوه من العيب والعار، احنا متأكدين باللي هو اللي داها. اسرخ كما اخوه يوسف وحنا يا صغار، وفضحنا في ارض فلسطين ونسها. اغضب سيدنا يوسف حين سمع دوك الخبار، قال فتشوه باش يكفوا من القول وحديثها. فتشوه بنيامين والساقية بنت جهار، فرحوا خاوتو والفضيحة ليه تمناوها. قال يوسف هذا هو الحكم ورث القدار، تقعد عندي خدم سنة بكمالها. قالوا موحان تركوا بنيامين يا المسرار، لو يسمع بابنا كيتو كيف يتصدى لها. واحد من خاوتو قال نخدمو خطو العمار، اترك بنيامين وخاوتي تصير في حالها. قال يوسف انا من خلفش وعد الجبار، بنيامين يقعد خدم ليا سنة بكمالها. حين وصلوا ليعقوب احكوا له ماذا صار، كيف بنيامين سرق وقعد وخيمها. بكى يعقوب على وليده ودموعه غزار، وطلب الله يكف عليه المحال ويزولها. قال ولاده خذوا هذا الكتاب يا حرار، ارجعوا به لمصر وشوفوا حكيمها. اذا كان الحاكم يمن ويعبد القهار، يسمح لبنيامين والحرية يشوفها. حين وصلوا لمصر عند يوسف المسرار، حروف هذا الكتاب بابنا اللي كهداها. اقرأ الكتاب وقال سبحان من لا تخفاه سرار، سبحان من يعلم ما في الدنيا وغيوبها. بكى ودموعه تهطل وتسيلكي المطار، قال الخوتو انا يوسف زاد دهشها. قال الخوتو انا يوسف زاد دهشها، انا اللي دفكتو عليا وحنا يا صغار. ارميتوني في بئر وظنيتو الموت لقيتها، لكن الله كان معايا سبحانه هو الجبار. رغم المحال عبادتي لله محال نسيتها. بكى وخوتو قالوا يا يوسف كون لنا غفار، وهذه الافعال احنا محال نعودها. اسأل على بابه وقالوا له تنعمة من الابزار، ادوا لكم مشتي ديرها على عيني ويلمها. انطق الكبير وقال انا نديها يا بشار، كما ديتها له كي كان الدم كاسيها. خداخهم القمجة وقبل ما يوصل للدار، يعقوب شمر ويح الجنة يا محلاها. وعلم بحياة يوسف قلبه كان خبار، والبشارة بنجاة يوسف كان يستناها. حين وصل وليده قال يا بابا خذ الخبار، يوسف وليدك حي وقمشته اللي كتبناها. امسح بها عيانك تعود تشوف من الابصار، تعود لك الصحة وتشوف الدنيا آية مبهاها. امسح يعقوب قمشت يوسف يا حضار، في الحين الصحة والنظر بأمر الله القاها. أحمد يعقوب ورأى وركع المولانا الغطوار، طلب الغفران لولاده والمحال نساها. قال يعقوب سير معايا بإذن الله القهار، للمصر عند يوسف سيفتو نشوفها. يعقوب رجع للمصر يشوف المسلاب، انحرم عليها عوام في محال عدها. ويوسف متشوق يشوف بابه يحضر،
بدلوا استقبال بشرى يا معظمها عسكر بخيول وجيش ويسار اخبار رجال ونسوان الكل خرجت من دارها حين وصل يعقوب المصر قلبه زاد فيه نار كي شاف سيدنا يوسف دمعته قوات يا مغزرها يا عباد اش من القلب يكون صبات على الوالدين تبكي العين يا مقواها يا عباد اش من القلب يكون صبار على الوالدين تبكي العين يا مقواها من بعد العيش الجحيم والاعتصار من بعد فراق القلوب بالفرحة لقاها من بعد يام البلا ويام الأضرار عيوني يعقوب من العمى دواها بسم الله الجليل القدير الغفار تميت القصة وفي الكتاب موجود معناها عبد الملك طالب من الله الغفار يخفف علينا الضر الدنيا ولها منين صعبت لي هذه الأبيات والأشعار ومنين غابت لي القافية وميزانها ساعدني صديقي الشاعر أحمد برار في نظم هذا القصة ونسيجها 23 في رمضان تميت الخبار 1405 تميت حديثها استغفروا يا إخوان وخذوا هذا العبار سبحان من فارق العظم ويلمها سبحان من يرزق الخير من بعد الاعتصار سبحان من يحيي الروح من بعد موتها سبحان من دوى يعقوب وشفاه من الأبصار سبحان من سلك يوسف وحياة من الجاه الصلاة على محمد شارق النوار عداد ما في الكون الدنيا وسكنها عثمان وعلي وفاطمة وولادها الصلاة على محمد شارق النوار عداد ما في الكون الدنيا وسكنها والرضا على أبو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولادها بسم الله نبدأ هذا القول يا حضار خذوا هذا القصة نعيد خبرها الحديث موجود في كتاب الله الجبار في سورة سيدنا يوسف يا ناس قريتها الصلاة على محمد شارق النوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها والرضا على ابو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولادها الصلاة على محمد شارق منوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها الرضا على ابو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولدها بسم الله نبدأ في القول يا حضار خذوا هذا القصة نعيد خبرها الحديث موجود في كتاب الجبار في سورة سيدنا يوسف يا ناس قريتها صلوات على محمد شارق النوار عداد ما في الكون الدنيا وسكنها والرضا على ابو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولدها على محمد شارق منوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها أو الريدة على أبو بكر وسيد عمر
عثمان وعلي وفاطمة أولادهم